صباح الفل والخير على كل مشاهدينا في كل مكان، حلقة جديدة من برنامجكم نهارك أبيض، حلقة يوم الاثنين 11 ديسمبر 2023، وصباح أبيض بخطين حمر على كل جماهير القلعة البيضاء في كل مكان. يعني في البداية الحقيقة بلدنا العظيمة مصر بتشهد اليومين دول عرس ديمقراطي رائع. بعد انطلاق باب التصويت في الانتخابات الرئاسية واللي بدأت امبارح ولمده ثلاث ايام لاختيار رئيس الجمهوريه لولايه رئاسيه جديده تمتد حتى عام 2030 طبعا الانتخابات بتجرى في 9376 مركز انتخابي ب 11631 لجنه فرعيه تحت اشراف 15000 قاضي لمراعاة النزاهه الكامله للعمليه الانتخابيه. وأيضا مراعاه توزيع اللجان بأنحاء الجمهوريه للتسهيل على الناخبين من الشعب المصري، والحقيقه شفنا امبارح إقبال واضح وغير عادي وملحوظ من المواطنين، ومش بس في القاهره على فكره، ده في كل محافظات مصر، وده أمر طبيعي لأن حق الانتخاب ده حق دستوري لكل مواطن، والتصويت ده واجب وطني على كل فرد من الشعب المصري. دورك ودوري ودور كل مواطن مصري مهم جدا في الحفاظ على الاستقرار وبتدي رساله للعالم كله بان الامور ماشيه جوه بلدك في الطريق الصحيح وان كلنا على قلب رجل واحد عشان البلد دي تفضل في امان واستقرار وسط ظروف صعبه جدا بتمر بيها كل البلدان اللي حوالينا الشعب المصري دايما بيضرب المثل في الحب والانتماء لبلده وكلنا ثقه اننا النهارده وبكره كمان هنشوف اقبال اكبر واكبر للمشاركه في الانتخابات الرئاسيه عشرين اربعه وربنا يسعد اهل مصر ويكتب لبلدنا كل الخير والتوفيق يا رب اللهم امين يا رب العالمين يعني مصر زي ما انا بقول لحضراتكم في عرس ديمقراطي اكثر من رائع الناس كلها مبسوطه كل واحد عارف دوره تجاه بلده والواجب الوطني تجاه بلده عشان يشوف بلده احسن واحسن ان شاء الله خلال السنوات القادمه فان شاء الله بنتمنى يعني كل التقدم والازدهار دايما في كل المجالات لجمهورية مصر العربيه وزي ما دايما بيقول فخامة الرئيس رئيس الجمهورية تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر